اهلا بكم المشاهدين والمشاهدات الاعزاء. قبل ان ننتقل الى الملف التالي، اود ان الفت انتباهكم، انتم مدعوون الى الانضمام الى ملايين المتابعين لمجموعه بنت عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفه. ابحثوا عن بنت في الفيسبوك، في التليجرام، في الانستغرام، ايضا عبر تطبيق انباجو، وهذا بالاضافه ايضا الى تطبيق موقع بنت اللي بامكانكم ان تحصلوا من خلاله على الاخبار العاجله اولا باول على هواتفكم النقاله. نشر مراقب الدولة متنياهو أنجلمان اليوم الاثنين تقرير مفوض شكاوى الجمهور لعام 2023، وشمل التقرير جزءا حول تعامل السلطات المختلفة مع قضايا المواطنين الإسرائيليين منذ بداية الحرب يوم 7 أكتوبر الماضي. ويظهر التقرير عددا قياسيا بالتوجهات المقدمة لمفوض شكاوى الجمهور. عن هذا التقرير نريد الحديث مع المحامي نبيل دكوار من مكتب مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور الذي ينضم إلينا الآن مباشرة عبر الزوم. مساء الخير المحامي نبيل دكوار. مساء الخير إليك ولكافة المشاهدين. نعم، ما هي أبرز المواضيع اللي تناولها هذا التقرير أستاذ نبيل؟ نعم، هذا التقرير هو تقرير سنوي. في كل عام في شهر حزيران مكتب مفوض الجمهور شكاوى الجمهور في إسرائيل بيقدم تقرير سنوي ويتم وضعه على طاولة الكنيست. الحقيقة التقرير تم النشر والإعلان عنه بس قبل ساعتين يعني، وإنتوا أشكركم طبعا وسيلة الإعلام الأولى والوحيدة حتى الآن التي تناولت هذا التقرير وتعطينا الفرصة أن نتحدث عنه حتى المشاهد العربي يعرف بالضبط أنه في هناك مفوضين لشكاوى الجمهور ممكن التقدم لها بشكاوي على سلطات الدولة. نعم، بخصوص التقرير بتحدث عن أو يشير إلى أنه هناك 22,356 شكوى تقدموا فيها في عام 2023. ما يقارب 43% من الشكاوى وجدناها محقة وتمت تم معالجتها. الأمر المهم أنه 31% من الشكاوى اللي تم معالجتها في عام 23 تمحورت حول موضوع الخدمة المقدمة للجمهور. يعني ما يقارب 30% من الشكاوى على المؤسسات على نوعية الخدمة دي، هناك أداء سيء للمؤسسات الإسرائيلية تجاه المواطن، ولذلك 30% من الشكاوى هي على هذا المجال. وأكثر من هيك وجدنا 52% من هذه الشكاوى بالذات على خدمة الجمهور محقة، وإحنا تدخلنا وأصدرنا مكاتيب وقرارات وطلبنا المؤسسات بمعالجة الشكوى. الأمر الآخر اللي ممكن الإشارة له جدير بالإشارة هو أي مؤسسات عمليا أو أي مكاتب حكومية أو أي سلطات اللي تقدمت الناس بشكوى أكثر عدد شكوى ضدها. يتصدر اللائحة وزارة المواصلات والأمان على الطرق تقريبا يعني تقريبا ما يساوي 3000 او 2080 شكوى على وزاره المواصلات، على التامين الوطني 1528، على سلطه الاسكان والهجره 2020، ووزاره العمل المحل الرابع 810 شكاوى. هلا هاي الشكاوى تقدم عاده الى المفوضيه من اجل انه نتحدث كمفوضيه ونصدر قرار بتصحيح العيب. ولذلك يعني اشير كمان مره انه احنا وجدنا 43% من هاي الشكاوى محقه وبعثنا برسائل من اجل تصليح العلم. هلا اللي يجب اشاره له هون كمان ان المؤسسه الثانيه اللي تقدم اكبر عدد شكاوى هو التامين الوطني. التامين الوطني نعم هو يعني المؤسسه دائما تتصدر اللائحه، مش لانه التامين الوطني بيقدم خدمه سيئه، بينما انه التامين من ناحيه نوعيه هاي المؤسسه بتقدم خدمات اكثر من المؤسسات الاخرى. النقطه الاخرى الجديره بالذكر هنا طبعا، واللي انا طبعا يعني تحدثنا سابقا وانا معني انه نضطر لها، انا معني انه المشاهد يعني يكون عنده نوع من نوع الشكاوى اللي ممكن احنا نعالجها. لذلك انا استقيت من التقرير شكاوى تنتين يخصوا الوسط العربي وحابب اتحدث عنه لو سمحت لي. نعم تفضل المحامي نبيل دكور، اعطينا امثله او نماذج على شكاوى يتم تناولها في التقرير او تقدم لمفوض شكاوى الجمهور واللي بتخص او ممكن لها علاقه بالمجتمع العربي. نعم، انا اخترت شكاوى تنتين
اللي تخص او يعني اللي عمليا تم فحص على ما يخص سلطات تخص الوسط العربي. الشكوى الاولى هي في مدرسه بشق عمر، بحثنا قضيه شكوى تقدم فيها رئيس مجلس الطلاب بهاي المدرسه. يعني احنا من خلال عملنا كمفوضيه شكاوى الجمهور بنقوم بحملات توعيه بالمدارس الثانويه، واثناء واحده من الحملات التوعيه هذه الطالب تقدم بشكوى وقال كالتالي انه بمدرستهم ما فيش هناك محطه باص قريبه، بيضطروا الطلاب ينزلوا او يمشوا كثير حتى يصلوا المدرسه، وبالصيف وبالشتاء دائما في عندهم مشكله. ولما تقدموا بهاي الشكوى احنا كمفوضيه بحثنا الشكوى، ومش بس بحثناها عن بعد بل قمنا بزياره ميدانيه، رحنا على المدرسه وشاهدنا الميدان بعيننا ودعينا رئيس المجلس ومدير المدرسه وممثلين عن وزاره المواصلات، وتاكدنا انه هناك فعلا حاجه لاقامه محطه باص، والزمناهم باقامه محطه باص، والان في هناك محطه باص جنب المدرسه بيستخدموها الطلاب وبتحميهم من الصيف ومن الشتاء. هاي المثل الاول اللي اخترته. المثل الاخر او العينه الاخرى اللي ممكن يعني نحكي عنها هي بخصوص شرقي القدس، بلديه القدس. انت تعرف او المشاهدين بيعرفوا انه فيما يسمى بالقدس هناك القدس الشرقيه والقدس الغربيه. بالقدس الشرقيه البلديه الساحقه من السكان هم عرب. وجدنا هناك انه سلطه البريد ما بتوزع بريد على السكان، بمعنى خلال فحص شكوى تقدموا فيها ناس ادعوا انه البلديه اتخذت او اخذت قرارات او اجراءات قانونيه ضدهم بدون اي اشعار سابق. لما فحصنا الشكوى مع البلديه قالوا بالعكس احنا نبعث دائما رسائل من طالبهم يدفعوا، ودائما نبعث انذارات عن طريق شركه البريد. فلذلك اضطرينا نبحث ليه الرسائل ما وصلت. شو اتضح؟ اتضح انه شركه البريد في شرقي القدس 400 ألف رسالة موجودة هناك تم إخفاءها بالبريد ولم يتم توزيعها. تصور يعني هاي الشغلة أدت إنه بنهاية المطاف نطالب شركة البريد تأخذ إجراءات قانونية ضد المسؤول عن الموضوع، وفعلا تم إيقاف عمل مدير وحدة البريد عن العمل. 400 ألف رسالة اللي عمليا يعني شركة البريد تتعامل مع بلدية القدس، تتعامل مع شركة الكهرباء، تعامل مع كثير يعني اللي بيزودوها بمكاتب حتى توصلهم، ولاسباب ما بنعرف ليه تم اخفاء هذه الرسائل عن الناس، والناس اضطرت تدفع غرامات لانه ما دفعت الدين. واحنا جبرنا شركه البريد بالاضافه انه يدفعوا رسوم الشحن لبلديه القدس بما يساوي مليون ونص مليون شيكل لانه ما وزعوا الرسائل. يعني حسب اعتقادي هاي ممكن تمثل عينه ل لا شكاوى اللي احنا ممكن نعالجها. السؤال المحامي نبيل دكور، يعني بعد ما يتم وضع اليد على الجرح او على المشكله وصلتكم الشكوى وفحصتم وتبين انها محقه، شو الاجراءات اللي بعدها بتصير؟ القانون مراقب الدولي بيخولنا لما احنا بنقص شكوى بنعالجها بنهايه التحقيق فيها لما نصل لاستنتاجات معينه. القانون بيخولنا نبعث مكتوب رسمي لرئيس المؤسسة ايا كانت رأس الهرم ونطالبه بتصليح العيب خلال مدة معينة. واذا خلال هاي المدة اللي المحددة هو ما تم تصليح العيب حسب المكتوب اللي اصدرناه حسب العيب اللي وجدناه، احنا عندنا صلاحية نتوجه ل يعني لمن يترأسه، بمعنى ممكن نحن نصل لحتى الوزير على سبيل المثال، مثلا سلطات محليه عربيه، انا شخصيا ببحث شكاوى على السلطات المحليه العربيه. عاده يعني بتعوقوا تنفذوا الاجراء او تنفذوا القرار اللي بيصدروا، احنا بنتوجه لحاكم اللواء، ومرات بنتوجه كمان لوزير الداخليه، ونطلب تدخلهم وبعثوا امر للسلطه المحليه تنفذ القرار اللي احنا اصدرناه. نعم. سؤالي الاخير المحامي نبيل دكور، الى اي مدى المواطن العربي في تغير بنمط تعامله مع قضايا حقوقه او قضايا الخدمات اللي ما بيحصل عليها او بيحصل عليها بطريقه ليس كما ينص عليها القانون؟ هل تلمس انه في تغير لدى يعني المواطن العربي يقدم شكوى يتوجه لمفوضيه شكاوى الجمهور؟ سؤال جيد جدا واشكرك على هذا السؤال. فعلا يعني نسبه العرب في اسرائيل هم تقريبا 20%،
بس اذا بننظر على التقرير قديش نسبه العرب المقدمين شكاوى هي النصف 10%. هذا ان دل يعني على شيء واحد، ان هناك عدم توعيه كافي او عدم وعي كافي لدى الجمهور العربي. فلذلك احنا يعني كمكتب وفوضيه شكاوى الجمهور، كمكتب مراقب الدوله، دائما عندنا حملات توعيه. انا شخصيا دائما بطلع على القرى العربيه بالنقب وبعمل محاضرات توعيه، حتى انه المواطن او يعني عمليا اي شخص انه يقدم شكوى، مش بس المواطن، ايا كان، حتى لو كان اجنبي، حتى لو كان طفل، حتى لو يعني باي لغه بدها. احنا مؤسسه موجودين بس من اجل انه نبحث شكاوى. بالمجتمع العربي ليس هناك يعني وعي كافي، وانا اشكرك على هاي المنصه اللي انت اعطتني اياها من خلال تلفزيون هلا، انه اتوجه للمشاهدين انه احنا مؤسسه ممكن نعالج شكاوى على سلطات الدولة. تفضلوا قدموا شكاوى بدون رسوم، بدون اي شيء. ممكن تكون الشكوى على اكثر من هيئه او جسم معين، وعلى كل هيئه او جسم بتعين محامي ببلاش اللي يعالج الشكوى. فمن هاي من منبر هلا بتوجه المشاهدين ممكن تستعينوا فينا وتستخدمونا من اجل انه نفيدكم بشكاواكم على سلطات الدولة. شكرا جزيلا لك المحامي نبيل دكور من مكتب مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور. شكرا لك اخي.